أعلنت عائلة سلمان بن خالد السبيعي شجبها واستنكارها البالغ لما بثه النظام القطري من إساءات دنيئة وإدعاءات مغرضة، وأعلنت العائلة تجديد ولائها وتأييدها لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدة وقوفها صفا واحدا خلف قيادة جلالته الحكيمة، داعيا الله تعالى أن يحفظ مملكة البحرين وينعم عليها بالمزيد من التقدم والازدهار.